بكيت لرسم الدار من عرفاتي وأذريت دمع العين بالعبرات وفكت عرى صبري أهاجت صبابتي رسوم ديار أقفرت وعراتي مدارس آيات خلت من تلاوة اليوم مدرسة من تلك المدارس معطلة أعلام السواد قد علقت شيعة أهل البيت بين نادب نادبة باك باكي كل ينادي وإماما مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر عرصاتي لآل رسول الله بالخيف من منن وبالركن والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد صاحب اليوم ذي الثفنات فيا وارثي علم النبي فيا وارثي علم النبي وآله عليكم سلام دائم نفحاتي قفا نسأل الدار التي خف أهلها وين راحوا أهل الدار قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات أفاطم يلا خلوا الروح إلى كربلاء لأن اليوم هو معزى أيضا اليوم جاي هم تعزي الحسين بمصيبة ولديه أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي شتسوي مولاتك يا دعبل قال إذا لطمت الخير فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي لفرقيت يا دهر الخنا عصبة الأمجاد طيب حوت لابه وبرض الطف لولا اليوم حتما قلبك مشتاق إلى المدينة اليوم عندك شوق تروح تعزي في المدينة فرقيت يا دهر الخنا
عصبة الأمجاد. طيب حوت لابا وبرض الطف لولا برض الغريب منها وسامر وبغ وما الرضا في طوس وديت إلى هنا أنا مدريش جنيت في دهاركم يا أهل البيت ترماكم بالبلاء ويديت تشتيت وشلاك عليهم يا دهار حتى استوفيت مدريش جنى وياك حتى ما اخذ قضاء ولا بلد إلا وفيها منهم رموس منهم جماعة بكربلا دفنا يا هي مصيبة مصيبة المدفون في طوس يا نازحا في طوس حي الله محيّا.